طيب انا برحب بحضراتكم انا وكريم اكيد، واول فقره معانا حواريه، والفقره دي هنتكلم فيها عن نوستالجيا الرياضه. احنا اتعودنا قبل كده نستضيف لاعبين ويتكلموا عن ذكرياتهم، لكن النهارده احنا هيكلمنا واحد من جمهور بقى الكوره وهو بيعشق الكوره اصلا، وذكريات مع كوره ليه كتيره جدا، وهو من كتر ما في احداث وذكريات وكواليس قرر ان هو يجمعها في كتاب. فاكيد احنا كمان عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع ده، بس خلينا نرحب في البدايه بباشمهندس شريف شفعي، مؤلف كتاب ذكرياتي مع الكرة وأشياء أخرى. صباح الخير، حلو الاسم على فكرة جدا. صباح الخير. أولا أنا طبعا بشكر قناة الأهلي على استضافتي وبشكر حضراتكم. طبعا الكتاب ده له قصة معايا، إن أنا يعني كان ليا فيديوهات كتير على مواقع التواصل الاجتماعي وبوستات بكتب في الحاجات القديمة، بالذات الحاجات اللي فيها ذكريات وكده. الحمد لله يمكن ذاكرتي قوية شوية في الحاجات القديمة. الناس تعودت ان لاعب كرة هو اللي يكتب او حد متخصص يعني، انما يمكن الجديد في الموضوع ان واحد من الجمهور، يعني واحد من الناس المتابعين. انا بكتب كمواطن عادي خالص متابع يعني. انا يمكن مواليد 1966، ابتديت اوعى على الدنيا والاحداث 1970 كده من صغري يعني، من يمكن وانا عندي 4 سنين. فالكتاب واخد الفتره دي اللي هي من سنه 1970 لحد 1981 كجزء اول يعني. فانا معتبر طبعا انا بتكلم عن كل حاجه مرت بمجتمعنا وببلادنا في الفتره دي، لكن طبعا بما ان انا في السن ده كنت بحب الكوره جدا، فالكوره هي الاساس يعني، الكوره هي الهيكل اللي بركب عليه كل ذكرياتي في الفتره دي. اولا حضرتك عملت حاجه لطيفه جدا، فكره التاريخ نفسها بالزبط. فكره في منتهى الاهميه، وخصوصا ان حضرتك اكيد اللي عكسته من خلال كتابك ده بيتكلم عن ذكريات جيل كامل او اكتر من جيل، يعني حضرتك بترمز لاجيال او لجيل معين شاف بقدر ما شاف في المدرجات وفي الاستادات ومن خلال متابعته للماتشات. حضرتك بتقول يعني، او كانت نهاوند حتى وهي بتقدم حضرتك بتقول المره دي بقى الوضع مختلف، احنا معانا حد من الجمهور بالزبط. هو اللي هيحكي عن ذكرياته، واكيد حضرتك شفت اللي لعيبه الكوره نفسهم ما شافوهوش بحكم وجودك في المدرجات، وكنت موجود اكيد في الذكريات ومباريات هامه جدا لا تنسى، وبرده حته واشياء اخرى. حضرتك بتقول ذكرياتي مع الكوره واشياء اخرى بالزبط. برضو عايزين نبقى نعرف ايه الاشياء الاخرى دي. انا هقول لحضرتك حاجه، انا طبعا الكتاب في المقام الاول بيتكلم عن ذكرياتي مع كره القدم، لان كره القدم هي كان اهتمامي في الفتره دي. لكن فتره السبعينات كانت فتره دسمه جدا بالاحداث ومليئه بالاحداث طبعا. ففي حاجات ما اقدرش اغفلها تمام، وخصوصا انا الوالد عندي كان من احد قاده حرب اكتوبر يعني. طيب ده سبب ادعى صحيح. اللواء نوال سعيد الشافعي كان قائد ورئيس هيئه الامداد والتموين في حرب 73. فطبعا ما اقدرش ما اتكلمش عن حرب اكتوبر طبعا، وخصوصا ان المجالات كلها مش بمعزل عن التاني، كل مجال بيأثر في التاني تمام. رياضه بتأثر في سياسه، في فن، في فكر، في تغيرات في المجتمع، فكله بيأثر في بعضه. فأنا ما أقدرش أغفل حرب أكتوبر، ما أقدرش أغفل مثلا معاهدة السلام وتأثيرها على ماتشاتنا حتى، الحاجات اللي حصلت، وما أقدرش طبعا أغفل مثلا سنة 81 والأحداث اللي حصلت والأهلي اضطر ينسحب من بطولة أفريقيا. ففي حاجات كلها داخلة في بعضها. فاللي بيحب الكورة في الكتاب بتاعي هيلاقي اللي هو عايزه بالتفصيل، اللي بيحب الأشياء الأخرى هيلاقي برضه اللي هو عايزه بالنسبة لفترة السبعينات. طبعا انا مركز على الكوره والاحداث الاخرى ومضات كده، بس ومضات كده تمام، متزامنه. انا هدي لحضرتك مثلا عشان حضرتك تعرف الكتاب ماشي ازاي. مثلا يوم 25 مارس 1975 مثلا، انا ابتديت اتفرج على كوره من سنه 73، بس انا هدي لحضرتك مثل صغير. يوميها انا كنت في ثالثه ابتدائي مثلا تمام، اعتقد يوميها كان في اجازه رسمي في وسط الاسبوع، مش متذكر المولد النبوي او حاجه زي كده. الصبح رحت السينما، كان الموسيقار فريد الأطرش اتوفى بقاله 3 اشهر تقريبا او اخر 74، واتذاع له ساعتها او نزل في السينمات فيلم نغم في حياتي، اللي هو اخر فيلم عمله بعد وفاته، نزل في السينمات بعد وفاته. انا رحت في حفله الصبح من 10 لواحد، بعد كده رجعت البيت عشان اتفرج على مباراه الزمالك والترجي التونسي. الترجي التونسي كان زياره وديه لمصر، اول مره اسمع الاسم ده وانا صغير. تعادل مع الترسانه 2-2، الاهلي فاز على الترجي 3-1، ورحت حضرت الماتش في الاستاد، وطاهر الشيخ جاب جونين زي الفل تمام، ومحسن صالح جاب جون. استنيت بقى ماتش الثالث اللي هو الزمالك والترجي، قعدت مستني 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 قران وتواشيح وحاجات، انا الماتش ما بيتذاعش ليه؟
فوجئت ساعتها ان حادث اغتيال الملك فيصل عاهل للمملكه العربيه السعوديه، تمام، والماتش اتاجل يومين والترجي فاز على الزمالك 3-1. فالشاهد هنا ايه؟ حدث فني، حدث رياضي طبعًا، حدث سياسي في نفس اليوم طبعا، ومتزامن مع ذكرياتي الشخصيه طبعًا. فيعني ذاكرتك يا باشمهندس ربنا ما شاء الله يا رب. يمكن اول يعني انا بدايه وعي على السبعينات، يمكن حرب اكتوبر اثرت فيا قوي وفي جيلي بالذات، لان انا اتولدت وتوابع بقى 67 و و و ويعني انا وانا صغير كنت بسمع الغاره، تمام، وبندهن الازاز كحلي وننزل طبعًا. انا كنت ساكن في روكسي في عماره عمر افندي، بننزل نستخبى في عمر افندي تحت. فالكلام ده كله لما جت حرب اكتوبر، غير ان الوالد طبعا كان احد قادتها وانا كنت انفولفد قوي في الموضوع، لا يعني اثرت في جيلنا جامد. فحرب اكتوبر من الحاجات اللي اثرت معايا جدا طبعا، مفيش شك. يمكن ابتديت اتفرج على كوره سنه 73، قبل كده ما كنتش يعني، كانت بالنسبه لي خيالات كده. اول مباراه، مباراه الاهلي وساندوس البرازيلي فبراير 73، بيلي بقى او يعني الاسماء الكبيره دي، ده اول ماتش يعني اتفرج عليه في التلفزيون واعرف يعني ايه كوره، تمام. الماتش بقى اللي خلاني اهلاوي اهلاوي اللي خلاني اهلاوي بقى، هو مش وراثه يعني، انت اللي خدت خالص، انت اللي خدت القرار خالص. أوكي. انا الوالد عندي كان ترسناوي، اوكي، بيشجع ترسانه زمان، كانت في الستينات كان بيشجع ترسانه في الستينات، بيعشق الشاذلي ومصطفى رياض، ويعني كان تمام. فمحدش ضغط عليا انا ابقى اهلاوي خالص، هو سابني اختياري بالظبط، هو سابني كده براحتي خالص على اقتناع يعني. فالماتش اللي خلاني اهلاوي بالظبط يعني بالذات يعني مباراه القمه، اول مباراه قمه احضرها الجمعه 30 مارس 1973، الاهلي والزمالك، كان موسم 72-73. ساعتها كان شغال، وده مباراه الدور الثاني. انا كنت رايح مع الاسره عند جدتي في ميدان الجامع، جدتي الوالدي، وبنحضر اليوم عندها مع قرايبنا وبيتفرجوا على الماتش. انا كنت صغير بقى، اول مره احضر اجواء مباراه اهلي وزمالك، اهلي وزمالك، فما اعرفش انا ايه شدني للاهلي. الاهلي ساعتها رغم ان فرقته كانت اضعف، يعني الاهلي في بدايه السبعينات كانت مرحله انتقاليه ما بين جيل الستينات وجيل السبعينات، وكان في تغيير وبتاع، وكان كابتن عبده صالح الوحش كان مدرب ساعتها، كان جيل التلامذه بقى، كان لسه لعيبه صغيره وبتاع بيعتمد عليهم. الزمالك لا، الزمالك كان قوي وكان بينافس على الدوري ساعتها مع المحله، كان فرقه الزمالك قويه بقى، حماده امام وعمر النور، وكانت فرقه جامده. فاتفرجت على الماتش والاهلي فاز 1-0، تمام. فالماتش ده ونزلت الشارع بقيت اعلام حمراء وبتاع، قررت ابقى اهلاوي من نفسي كده من غير حاجه رغم الاهلي ما كانش في احسن حالاته ساعتها، يمكن سنتها طلع لا بس معلش مش هنعديها دي يعني. انت شفت ان الاهلي وقتها ما كانش الافضل في الفتره دي، لانها كانت فتره فعلا انتقاليه بس، وشفت فرق ثانيه وباباك كان بيشجع فرقه ثالثه. طيب ايه معلش برضو يعني ايه القرار ده جه بناء على ايه؟ ما هو عايزين نفهم يعني، اللون الاحمر عجبك بالزبط ولا بالظبط ولا هي الماتش ده لا في حاجه فهمتها، في حاجه قريتها في فريق الاهلي، في اللعيبه يعني، في الجهاز الفني. انا هقول لكم جت ازاي. طبعا الماتش ده فرق معايا جدا، ان الاهلي وهو اضعف والناس متوقعه الزمالك يكسب، الاهلي فاز، وده اثر ان المحله خدت الدوري بعد كده. الماتش ده عطل الزمالك والمحله خدت الدوري بعد كده، اوكي. بعد كده رغم ان يعني زي ما حضراتكم بتقولوا ان انا كان في فرق تانية قويه، يمكن انا كنت بحضر برضو بعض مباريات الاسماعيلي في كاس افريقيا 73 ساعتها. الاهلي ساعتها مشي في الكاس لحد ما وصل النهائي، اوكي. اول مباراه احضرها في استاد القاهره نهائي كاس مصر 73، الاهلي والاتحاد السكندري، تمام. ده اول مره اروح الاستاد بقى اشوف بقى، طبعا بتفرق جدا، اياميها كان ابيض واسود للتلفزيون طبعًا. فلما تروح تشوف الالوان على الطبيعه كده قصه يعني، صحيح. انا فاكر اليوم ده كويس قوي، كان الجمعه 18 مايو 73. الغريبه بقى ان الماتش ده انتهى 0-0 وتعاد بعدها، كان بيتعاد بقى ما كانش لسه يعني بيخلص في يومين، اتعاد بعدها يوم الثلاث اللي هو تقريبا بقى 22 تقريبا مايو. للاسف الاتحاد كسب، تمام، 2-1. بس انا كنت متعاطف مع الاهلي قوي وزعلان قوي، يعني يوميها انا كنت زعلان قوي، يعني حاسس ان لا كاني بشجع الاهلي مثلا من 10 سنين، اوكي. ارتبطت بالاهلي قوي، ما اعرفش ليه، كنت حاسس ان انا متعاطف ومرتبط بالاهلي جدا رغم ان نتائجه ما كانتش مساعده، اوكي. بعد كده بقى الدنيا تطورت، وطبعا جت حرب اكتوبر بقى والدوري اللي بعديها اتلغى، وكان هيدي كوتي بقى جه
مدرب الاهلي بقى تمام. حرب اكتوبر فرقت مع الاهلي ان هيديكوزي خد سنه كامله ياخد على اللعيبه ويعودهم على خطته. الدوري ده اتلغى اللي هو بتاع حرب 73 بعد كده اتلعبت حاجه اسمها دوره اكتوبر كان عوضا عن الدوري تمام بعد انتهاء الحرب يعني. وبعد كده ايه هيديكوزي خد سنه كامله. الاهلي بقى في موسم 74 75 وده موسم محوري بالنسبه لي لا شكل تاني قصه تانية ومن خالص. ساعتها ومن ساعتها الاهلي هو الاهلي صح كده بالظبط السبعينات بقى اهلي السبعينات اللي نعرفه بقى يعني الجيل الذهبي. الحلو كمان يا باشمهندس في طبيعه محتوى الكتاب اللي حضرتك كتبته ده ان انت كمان بتؤرخ لي حقب زمنيه مختلفه حصلت فيها تغيرات حاده طبعا يعني طبعا. فابرز المتغيرات ايه بقى في رايك وانت شهدت ده بنفسك ايه اللي استجد سواء رياضيا او مجتمعيا بشكل عام؟ رياضيا اولا التوقف الكوره من 67 ورجوع الدوري موسم 71 72 واتلغى عشان احداث ماتش مروان والديبه وبتاع وبعد كده رجع 72 73 وبعد كده الدوري اللي بعديه اتلغى عشان حرب اكتوبر فيعتبر ابتدى ينتظم من 74. فتره التوقف دي اخرتنا جدا 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 رياضيا لان في الفتره دي تونس والجزائر والمغرب قطعوا اشواط. المغرب بقى وصلت كاس عالم 70 وقطعوا اشواط في القصه دي. احنا اتاخرنا كتير لان طبعا كان عندنا ظروف تمام. رياضيا اتاخرنا جامد عشان كده انا بشوف ان جيل السبعينات مظلوم جدا جدا. الناس اللي تقول مش عارف الخطيب وحسن شحاته ومش ما عملوش حاجه لا هم اتظلموا. لو اخذوا 1/100 من الاهتمام اللي بياخده المنتخب دلوقتي لا جيل السبعينات كان عمل حاجات ما كانش فيه لا احتكاك ولا اعداد ولا امكانيات ولا يعني كانت مقارنه بالدول الافريقيه الثانيه. فرياضيا لا الفتره دي اللي هي فتره التوقف اثرت جدا. جيل الستينات اعتزل كان ممكن يوصل لحته تانية خالص تمام. انديه الاقاليم كانت ابتدت تتصدر المشهد في 67 الاسماعيلي كان واخد دوري والترسانه واخده كاس وقبلها الاولمبي واخد دوري كان ممكن القصه تمشي في سكه تانية خالص تمام. فحصل طبعا الفتره دي حصل فيه تغيرات. لما رجعت الكوره بقى تمام ابتدينا يعني من اول ومن جديد يعني نتعافى وابتدى بقى ندخل في بطولات افريقيا للانديه ابتدينا يعني الدنيا تمشي لحد ما وصلنا للثمانينات ابتدت الدنيا تتظبط شويه. ده بالنسبه للكوره والرياضه. بالنسبه للتغيرات المجتمعيه اكيد طبعا انا لسه كنت هسالك حالا لان المجتمعات اكيد من جيل لجيل لجيل اختلفت طبعاً. وطريقه التشجيع والجماهير والفكر والتعصب ويعني لا احنا عايزينك بقى تكلمنا شويه بالتفصيل عن الموضوع ده. بص حضرتك توابع حرب 67 والتوقف او توابع حرب 67 بالذات تمام حصل تغير مجتمعي جامد جدا في حاجات كتير تمام. يعني جيل كان بيحلم باحلام كتير كتير اتكسرت او صحي على كابوس في 67 تمام. ويمكن انا كانت بدايه حياتي فيمكن هم لا هم الجيل اللي قبليه اكتر. الى جانب ان حصل توجهات مختلفه في بدايه السبعينات توجهات سياسيه مختلفه داخليا. التوجهات دي لا اثرت في المجتمع جامد. يعني السبعينات فتره انا بعتبرها فتره فارقه في تاريخ مصر في كل حاجه. وللاسف يعني رغم ان دي فتره طفولتي اللي بحبها وذكرياتي كلها فيها بس انا شايف ان في تغيرات داخليا داخليا للاسوء. اصل انت كده لحقت كمان اواخر الاشتراكيه مش عارف اواخرها ولا لا. انا بص هقول حضرتك حاجه. انا اول مشهد تفتكره عينيا موكب الرئيس جمال عبد الناصر وهو معدي من روكسي تمام. انا عماره عمر افندي اخر دور الدور الثامن كاشف ميدان روكسي طب. فانا صغير عندي 4 سنين سنه 70 كنت بشوف الموكب بتاعه طبعا كانت الشوارع بقى حاجه قصه طب. يعني طب. وفاكر طبعا يوم وفاه الرئيس جمال عبد الناصر اوكي. بعد كده لما رئيس السادات مسك كان لسه ناس بقى مش يعني لسه ناس بقى زعلانه عشان عبد الناصر توفى وبتاع فكان بيعدي من روكسي ميدان فاضي ما كانش فيه حاجه. طبعا الوضع اختلف بعد حرب اكتوبر بطبيعه الحال تمام. فما حضرتش الاشتراكيه قوي الا يعني اواخرها انما طبعا توجهات السبعينات لا واضحه. ما اعرفش انا الله اعلم بس انا شايف ان فتره السبعينات حصل انحدار في حاجات كتير في الموضه في الالفاظ في تعاملات الناس حاجات كتير حصل لخبطه في نسيج المجتمع تمام. ممكن عامل بسيط يعمل ثروات ممكن استاذ الجامعه يبقى مرتبه مش لاقي ياكل بيه
حصل لخبطه في المجتمع، حصل نسيج المجتمع، حصل فيه حاجه. اوكي، فمجتمعنا هل الزخم اللي حضرتك بتحاول تلخصه ده خلى طعم الايام احلى زمان عن دلوقتي؟ اكيد. بص، يعني انا من الناس اللي بحب قوي الذكريات القديمه، ما اعرفش يعني، وانا زي حضرتك جدا بحب انا جداً. عايز اقول لك مشرنقه مع نفسي. بحب الذكريات القديمه جدا، مش عشان حاجه، اللي بيحسن دراسه ماضي يحسن بناء مستقبل. صحيح، بالظبط كده. فالفتره دي لا، يعني يمكن انا كتابي مش عايز احمله اكتر من اللازم واقول ان هو بقى دراسه وتحليل فتره السبعينات. هو في صور برضو صح وذكريات كتير. يعني هل الصوره دي برضو من دي اول مباراه قمه اللي انا بتكلم عنها، اللي هي 72 73 30 الجمعه 72 الجمعه 30 مارس 73. يمكن ده كابتن ابراهيم عبد الصمد وكابتن جوهري اعتقد باك ليفت الزمالك. الماتش ده يمكن هو ده بقى كابتن الجوهري هذا. لا لا، مش كابتن الجوهري، مدرب. ده كان الجوهري الصغير اللي هو ده مش ده. لا ده الزمالك. كان باك ليفت ولعب منتخب مصر ولعب فتره طويله. وطبعا كابتن ابراهيم عبد الصمد كان وينج رايت الاهلي. يا 72. بصي بقى ملاعب المرحله ولبس المرحله هو لا اصلا برضو النقطه على فكره، النجيله زمان كانت مش حلوه، بس بس كانوا بيلعبوا وكانوا ايه القصه بالظبط. طبعا احنا ما كانش فيها يعني. مصر ما كانش فيها غير استاد القاهره. لما انا كانوا بيلعبوا وكانوا زمان الدنيا ماشيه دلوقتي ليه؟ يعني ملعب استاد اسكندريه مثلا ابتدى يتصلح مؤخرا. يعني الملاعب زمان ما كانتش طبعا زي الوقت خالص. دلوقتي وكانوا بيلعبوا كويس جدا وما كانش في حد بيشتكي. اقول لحضرتك ليه بقى؟ ليه بيقولوا دايما المهارات زمان كانت عاليه؟ ليه؟ في وجهه نظري او يمكن اللي انا شايفه، ان زمان كان في بقى موضوع الكره الشراب والقصص دي، تمام؟ طبعا. دلوقتي الولد من وهو عنده 4 سنين بيلبس الاسترزات وينزل طبعًا على الملعب النجيله. طبعا. فالتحكم في الكوره غير زمان. صح، دي نقطه على فكره مهمه فعلا. صح. طبعا ده ماتش الاهلي والاتحاد بقى، اكرامي كره هدف شحته الاسكندراني في ده اول ماتش ليا يعني في الاستاد وكده، كان او ماتش الاعاده يعني، كان الاتحاد كان كسب الكاس ساعتها. ده الاسماعيلي في كاس افريقيا، ماتش الاسماعيلي واهلي بنغازي حضرته في الاستاد برضو 4-1 للاسماعيلي. وبالمناسبه كان قاعد ورانا واحد ليبي ساعتها عمال يناكف فينا. طبعا ده اسوأ مباراه، ده كابوس. ماتش مصر وزئير 74 في استاد القاهرة. كنا كسبانين 2-0 وخسرنا 3-2. أسهل بطولة نخسرها كاس أمم في تاريخنا، يعني كنا أسهل كاس أمم نكسبه. طبعا مستر هيديكوتي وبصمته الفظيعة والطفرة الفظيعة اللي عملها في النادي الأهلي. عمل فريق يعني كل النجوم وصنع تاريخ. طبعا كل النجوم اللي عايز أقول لحضرتك حاجة، يعني كابتن محمود الخطيب، تمام؟ أنا بدايتي مع بداية الخطيب، يعني خطيب موسم 72-73 كان الخطيب بقى يعني خدته من اوله. كابتن محمود الخطيب في الناشئين او في الشباب كان حكايه. لما انتقل من النصر للاهلي كان حكايه، اللي هو ممكن يرقص الفرقه كلها. لما طلع للفريق الاول كان بيشوب لعبه شويه فرديه. حتى استاذ نجيب المستكاوي كان بيقصوا عليه شويه. تمام. مستر هيدوتي لما جه طور اداؤه تماما. خلى بقى الكاريزما ورقم 10 وكابتن محمود الخطيب اللي نعرفه. مصطفى عبده خلاه المجري اللي نعرفه. تمام. الثنائي بيبو وزيزو، طاهر الشيخ انتقاله للاهلي خلى الدفاع حسن حمدي بقى وزير الدفاع. يعني طبع. لا يعني مستر هيدوكوتي له بصمه على الفرقه دي فظيعه. أكيد. الفرقه دي ما بقتش الفرقه دي الا ببصمات مستر هيدوكوتي. طبعا دي يعني ده الجيل الذهبي اللي بعشقه، يعني ده الجيل الذهبي اللي بعشقه. يعني والله في كذا جيل على فكره. طبعًا الاهلي فعلا في طبعًا كذا جيل. بس يعني برضه في اجيال استثنائيه. انا معاك، انا هقول لك حاجه، ده جيل انا حضرت جيل استثنائي وابني حضر جيل استثنائي. طبعا جيل عماد متعب وبركات. ابني اتفرج من 2004 ل 2014 اللي هو جيل مانويل جوزيه بقى، والجيل الذي لا يتكرر يعني. طبعًا. وانا حضرت مستر هيديكوتي. لما بتقعد تتفرج على مباراه كره قدم ابيض واسود من الستينات ليها ايه بقى؟ حاجه ايموشنال كده، ليها ذكريات. هي بتبقى مش واضحه اصلا ليها ايه؟ بس للاسف هي بترتبط بذكريات. لو كده هي بترتبط بذكريات. طبعا ده مباراه الاهلي وليجيا وارسو، تمام؟ ده ماتش برده، ده بدايه يعني الاهلي كان مستعين بالشاذلي وشاكر عبد الفتاح. ليجيا وارسو بطل بولندا اللي هو كان بيلعب فيه داينا كابتن بولندا، وكان بيلعب فيه اللي لعب في كاس العالم 74.
الاهلي يوميها كان ماتش ودي، استعان بالشاذلي وشاكر عبد الفتاح من الترسانه، حضرت الماتش ده في الاستاد. الشوط الثاني كانت بدايه كابتن مختار مع الاهلي. اول مباراه وديه كان لسه منتقل من اسكو. كان في نهايه موسم 74 75 وهدي كوتي بقى بيجرب الصفقات الجديده. حلو قوي. والدي كان قاعد جنبي الله يرحمه. اول ما مختار لمس الكوره قال لي الولد ده هيبقى لعيب حكايه. من اول لمسه. والله يا باشمهندس انت يعني ايه، انت ضليت طريقك للهندسه. بالظبط. والله بكلمك بامان. ايوه ليه ما لعبتش كوره؟ اتخرجت ازاي وانت بالشغف ده كله للكوره؟ واحنا خارجين كان في عربيه الصحفيين كان فيها الاستاذ نجيب المستكاوي، فكان معايا الوالد وصديق لي، فصديق الوالد قال له يا كابتن نجيب احمد عبد الباقي 10 على 10 النهارده، لان كابتن نجيب استاذ نجيب المستكاوي كان بيدي درجات للعيبه. اوكي. جميل. ماتش مصر وبروندي ده طبعا ليه حكايه، ان الخطيب احرز هدفين. تمام. كان الوالد وصديقه قاعدين برضو، كان في واحد ورا الخطيب احرز هدف في الشوط الاول، ففي واحد قاعد ورا صديق الوالد بيناكف فيه وبيهاجم الخطيب قوي. فصديق الوالد لقى ان هو هيخش معاه بقى في مهاترات، فايه ما ردش، فالتاني كل شويه يقول له انت ما بتردش ليه ما بتردش ليه. فجاه الخطيب حط في الشوط الثاني هدف حكايه، فصديق الوالد بص له قال له عرفت ما ردتش ليه؟ عشان هيرد في الملعب. لا بس برضو ما قلتلناش يا باشمهندس ليه ما لعبتش كوره من وانت صغير والشغف ده عندك يعني؟ لا أنا ولا جربت لا انا لعبت بس في حدود نادي هليوكلس. النادي اللي انا مشترك فيه. بشكل محترف. لعبت فريق اول ولا يعني لعبت في النادي اللي انا مشترك فيه بس. أوكي. مش بمستويات عاليه يعني. مصر من الدول، ومش عارف حضرتك هتتفق معايا في الرؤيه دي ولا لا، بس مصر من ابرز الدول اللي كل ما ترجع بيها بالزمن لورا كل ما تاخد جمال اكتر، وكل ما تاخد ثقافه اكتر وفنون اكتر. أكيد. ما اعرفش انت شايف كده برضو ولا ايه؟ اكيد، لان هي زي ما بقول لحضرتك انا يعني فتره الاربعينات خمسينات ستينات الحاجات دي كانت مزدهره جدا. طبعا جدا كل حاجه يعني كل حاجة. يعني كل اشكال الفنون حتى المعمار. بالظبط. كان في ازدهار كبير جدا. انا بقول لحضرتك فتره ما بين 67 ل 73 اثرت معانا، عطلتنا جامد، والتغيرات اللي حصلت في السبعينات، عشان كده بعتبر فتره السبعينات دي للاسف يعني بنعاني من اثارها لحد النهارده. من الاشتراكيه الانفتاح. صح. صح. يعني مش كل الناس تقدر تتاقلم مع التحول الحاد. ومش بس انفتاح، مش بس انفتاح، يعني انا عايز اربطها بحاجه بس مش عارف يعني ايه. شويه حته التوجه اللي الرئيس السادات عمله في بدايه السبعينات عشان يعمل توازن. يعمل توازن مع التيار الناصري. انا بس حصل شويه تغيرات كده. انا بس عايز اسال حضرتك على حاجتين. الحاجه الاولى طبعا بس قول لنا عن الصوره دي، والحاجه الثانيه عايزك عشان ما ننساش كنت سالتك عن الجماهير. انا الجماهير اللي عايزه اتكلم، التشجيع طبعاً. والتعصب ده عايزين نبقى نرجع له، بس الاول طبعا ده مباراه الطوبه بتاعه عمر عبد الله، ماتش الزمالك والمحله، اعتقد الجمعه 16 ابريل 76 76. الدوري كان مجموعتين. والزمالك والمحله ما بينهم المحله متقدمه بنقطه، تمام، لصداره المجموعه في اخر ماتش، والزمالك لازم يكسب. المحله نزلت جابت جولين في اول شوط، تمام. والزمالك جاب جول طه بصري، وكان ماشي في سكه انه هيتعادل بقى، فحصل ان عمر عبد الله مهاجم المحله اترمت عليه طوبه. تمام. ونزف دمه وكده، والحكم لغى الماتش، والماتش اتحسب 2-0 لصالح المحله. والمحله لعبت الاهلي اللي هو بطل المجموعه الثانيه، بسموه ماتش الطوبه. ماتش الطوبه. والزمالك طبعا الزمالك اعترض جدا، ولدرجه ان هو انسحب من كاس مصر، ما رضاش يلعب كاس مصر عشان معترض على نتيجه الماتش. طبعا ده من احلى الماتشات اللي حضرتها، الاهلي وجلادباخ، بروسيا مونشن جلادباخ الالماني، الاستاد فيه 120,000. واضح اهو، بص الناس بقى ورا. بقى باشمهندس شريف بقى تلاقيه واحد في وسط الناس اللي كتير اللي ورا دي، كان محشور في النص. انا كنت مرفه شويه ساعتها مع الوالد، بروح مقصوره. تمام. يا سيدي. لما رحت لما ابتديت بقى ابقى من عامه الشعب في الثمانينات مع اصحابي بقى كنت طبعا بروح الثالثه بقى. طبعا. ده هدف احمد عبد الباقي، هدف رائع رائع براسه في مرمى بروسيا مونشن جلادباخ. مباراه لا تنسى يعني، ده مباراه ملحميه للنادي الاهلي يعني، مباراه لا تنسى. ده بقى دورة الصداقة، اتلعبت سنة 76 في السعودية، ما اتذاعش منها ولا ماتش. كان المنتخب مقسوم اتنين، جزء بيلعب كاس فلسطين في تونس ديسمبر 75، وجزء بيلعب في دورة الصداقة في السعودية. ده الخطيب، وده منتخب إيطاليا الثاني
كان تعادلنا 1-1، خطيب احرز هدف. الماتش اللي قبليه مصر كسبت السعوديه على ارضها هناك 2-0 بهدفي الخطيب، وده من الماتشات اللي عمل شعبيه للخطيب في الخليج ساعتها. أوكي. سنه 76. اوكي. نعم. طب معلش عشان الوقت يعني انا عايزه اروح لحته الجماهير، يعني بغض النظر عن الصور دلوقتي. اوكي. الجماهير في الستينات، حضراتكم بتشوفوا ماتشات الستينات، يعني كان اقصى مثلا تشجيع في يعني خروج عن النص يقولوا مثلا شيلوا الرف. تمام. ده كان اقصى حاجه يعني. تمام. السبعينات الدنيا اتغيرت، لا ابتدى الجماهير تبقى اجريسيف اكتر، ابتدى يبقى في احداث الشغب اكتر، ابتدى يبقى الالفاظ اسوأ، ابتدى لا القصه تختلف في السبعينات. امال الثمانينات بقى ايه؟ الثمانينات ابتدى يبقى في تلاسن صريح. انا هقول لحضرتك حاجه طبعا. اوكي، بس خلينا برضو كلامنا نقول من البعض، لان العموم مش كده يا باشمهندس، لان ده اللي احنا نعرفه. أوكي. البعض يعني فئات معينه، عشان بس الكلام يبقى برضو واضح. طبعا طبعا. هقول لحضرتك حاجه، انا في يعني مثلا زمان لما ابتديت احضر مع اصحابي، بقى انا بقيت شاب بقى وبحضر بقى في الثمانينات مع اصحابي وبتاع، درجه ما كانش في الترا سكان، كان درجه ثالثه، هو عم حسين الله يرحمه هو اللي بيقوله، الجماهير كلها بتقول، هو اللي بيقود التشجيع. تمام. الدنيا اتغيرت، القصه اتغيرت، بس الشغف واحد. لو هنتكلم تحديدا عن جماهير الاهلي، ده اللي يعنيني. الشغف واحد طبعًا. الاهتمام واحد طبعًا. الانتظار للماتشات طبعًا. الروح اللي كانت التشجيع للعيبه، مسانده اللعيبه، هي دي اللي انا طبعًا. يعني النقطه اللي حابه اتكلم حضرتك فيها. من زمان كلام السبعينات وقبل كمان لحد هذه اللحظه، دي الرحله اللي انا عايزه حضرتك تقولها لنا. تمام. طبعا انا حضرت السبعينات، زي ما بقول حضرتك ماتش الاهلي وجلاد باخ ده اللي كان فيه 120,000 ده، لا طبعا ده الناس بس عرفت ان الماتش هيتسجل مش هيتذاع على الهواء. طبعا على اخره. هقول لحضرتك حاجه بسيطه، ماتش الاهلي والزمالك نهائي كاس مصر اللي هو 78، الماتش الشهير بتاع 4-2، انا كنت في ابتدائيه ساعتها. تمام. خلصنا الماتش والاهلي خد الكاس، طبعا ماتش ملحمي، ماتش يعني لا ينسى. بعدها باسبوع او اسبوعين كان امتحان الابتدائيه تبدا بتاعي ثاني يوم. كان في ماتش ودي الاهلي ومنتخب رومانيا، الزمالك كان لعب مع منتخب رومانيا واتغلب 3-2، والاهلي يوم الاحد، وانا ماتش وانا امتحاني الاثنين الصبح. أوكي. الوالد قال لي لو ذاكرت كويس خليك تتفرج على الماتش، هاخدك الاستاد. اوه انت بتتكلم في ايه؟ ده موضوع تاني. وانا عندي ابتدائيه تاني يوم. تمام. طبعا موتت نفسي في المذاكره. كتب اكل طبعا. طبعا رحنا الماتش، ماتش ودي، بس كل جماهير الاهلي رايحه تحتفل بقى. تحتفل بكاس مصر. فريقها اللي خد كاس مصر رايحين يحتفلوا بالفرقه. 120,000 في الاستاد. تمام. الماتش خلص 0-0، بس طبعا كان تجربه حلوه وكان في بقى فرص ضايعه وبتاع، وطبعا لما الخطيب نزل قصه مشاهد بتبقى حلوه جدا. طبعا الماتش لا ينسى بالنسبه لي. فبقول حضرتك شوف اهو ماتش يعني ودي، بس جماهير الاهلي رايحه تحتفل بفريقها اللي فاز بكاس مصر 78. تمام. لا طبعا شغف الجماهير. هقول لحضرتك حاجه، الاهلي بيلعب مثلا مع انديه، مع احترامي طبعا لجميع الانديه، ممكن تبقى انديه بسيطه، الاهلي بيلعب مع البلاستيك، بيلعب مع الطيران. بيلعب الاستاد فيه 120,000. ده بيسافروا، ده بيسافروا ورا يعني. ما احنا بنشوف ده لان الدعم برضو والروح المعنويه بتيجي بشكل كبير جدا من الجماهير. بالزبط. ده اللي احنا نعرفه، ده اللي احنا حتى لما بنتكلم مع لعيبه او اجيال مختلفه، هو بيقول لك دايما الجمهور هو الاساس يعني في اي حاجه. فلا طبعا حاجه كبيره جدا، ومبسوطه ان احنا نسمع من حضرتك ده، وعلى مر السنين يعني تاخدنا كده في جوله سريعه، لان يعني والله عايزين حضرتك تيجي معانا تاني دلوقتي ان شاء الله. ان شاء الله. بس احنا فعلا استمتعنا، متاكده ان جماهير الاهلي كمان والمتابعين دلوقتي استمتعوا، بس اكيد في لسه قصص. الحديث لا ينتهي طبعا. الحديث طويل لا ينتهي طبعا. حضرتك كمان يعني شخصيه جميله جدا وحكاء ماهر، وعندك من الذكريات ما يكفي لتحويل اي قعده لكلام شيق جميل. طبعا ينال الاستحسان الكل. بشكرك على وجودك معانا. انا بشكر قناه الاهلي على الاستضافه، وبشكر حضراتكم جدا جدا. ده مكانك يا باشمهندس الشريف، وكان اي اهلاوي طبعا يعني نورتنا جدا. وبنشكر حضراتكم، بس لسه في فقره معانا اخيره، فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل.